اش نقول لك؟ كما قلنا قبيله الناس كيعجز اللسان، صراحه كيعجز اللسان على هذا الموقف هذا ديال هذا السيد اللي السي محمد المحجوبي اللي هو الانسان كنعرفوا الانسان اللي تجمعت فيه الانسانيه والصدق. لو ما كانش تجمعوا فيه هالشيء ما غاديش يتفكرنا حنا ويعيط علينا، لان هذا الشيء كيهز عليا، كيرفع شويه ديال المعنويات ديالنا وكينسينا باننا المرحوم حمزه ايت موسى بانه رغم انه مات وتوفى يعني راه خلى من وراه ديال الالوف ديال الشباب اللي كيدعوا معاه ديما كل مناسبه ديالو كل وفاه ديالو. حنا كنشوفوا في الفيسبوك ولا سميتو كل وفاه في كل مناسبه وواحد العادات ديال الترحمات ديالو، لان ماشي ساهل باش تفقد واحد الولاد كان هو الوحيد عندي باش تفقدو في السن ديال 24 سنه، وكان عنده طموح كبير وكبير وكان بغى يوصل، ولكن ما شاء الله قدر ما شاء الله فعل. هذا الشيء اللي نقوله لان المسيره ديالو توقفت هنا، ولكن ما توقفتش عند الاصدقاء ديالو وعند الاحباب ديالو. ومن هذا المنبر انا كنشكر جميع الاصدقاء ديال المرحوم حمزه ايت موسى وبوعد المغاربه اللي كانوا معاطفين معنا في القضيه ديالو، وكنشكرهم جزيل الشكر. وكنشكر السي محمد ونعاود نكررها، نشكر السي محمد المحجوبي لانه هو كما قلنا رجل صدوق، كما كان هو ما غاديش نوقف انا هنا وندير معك استجواب لا سميتو، لانه هو ديما وراء الناس اللي كيحبوا الخير لهذه البلاد ودائما مع الناس الضعفاء اللي كيتفكرهم واللي كيواسيهم بالكلمه الطيبه بالقدم ديالو. باش هذه شهاده لله في حقه، وهذه فرصه باش نقدم الشكر لهاد الناس حتى هما اللي قائمين على هاد الفيلم ديال الملاكمه، لانه واقيلا اول مره اللي غادي يدار في المغرب باش يترفع هاد الشباب اللي غادي يمشيو حتى هما باش يتنقدوا من هاد الشيء اللي كاين اللي كنشوفوا مرارا وتكرارا ديال المخدرات ولا عالي. وانا كنوصيهم بالعالم بالرياضه، الرياضه ثم الرياضه ورياضه الوالدين. والسلام عليكم ورحمه الله.